شوف البشرة كده، احنا داخلين على الصيف والشمس بتبقى حارقة بتغمق كل الناس، فعلا في ماسك مثلا لو عن طريق الخميره والتوت البري وجنين القمح المكونات الطبيعيه دي ممكن يفتح البشره؟ في حاجات مثبته علميا اللي هي جنين القمح والتوت البري والخميره مثبته علميا ان ليها كذا تاثير على البشره. من ضمن التاثيرات بتاعتها على البشره انها بتشتغل على اعاده تجديد الخلايا. دي حاجه مهمه جدا. انت عارفه ان نواتج الاكسده للجسم كله، في حاجه اسمها مضادات الاكسده، احنا جسمنا كله في عمليات كيميائيه طول الوقت. نواتج العمليات الكيميائية دي بترسب في الجسم، فلما بتقدري تتخلصي من النواتج دي وتعيدي تجديد الخلايا فالجلد بيكون أكتر نضارة، وبالتالي الطبقة اللي بره دي بتكون أكتر نضارة. فالخميرة والتوت البري وجنين القمح بيساعدوا إلى حد كبير على هذا الموضوع، بالإضافة إن هم بيعملوا إعادة لتنشيط الكولاجين. الكولاجين أنت عارف هو الدعامة بتاعت الجلد اللي بتخلي الجلد يفضل متماسك. فإن شاء الله على فكرة في قريب يعني حاجة هتبقى فيها الجنين القمح وخلاصه، وموجوده هي اوريدي عباره عن جنين قمح وخلاصه البر، هتساعد قوي على نضاره البشره والكلام. مش هدها.